بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، بفضل الله تبارك وتعالى في هذا العمل برنامج قصة كرامة سنكون وإياكم كما كنا في الحلقة السابقة، في الحلقات القادمة سنكون وإياكم مع مجموعة من قصص الكرامة التي تحصل كما أنها حصلت مع الموجودات المادية المتعلقة بقضية كربلاء. كنا مع الطبخ وكيف تحول الرز إلى بركة. اليوم سنكون مع موضوعة أخرى. لمن فاته المشاهدة في فاتته مشاهدة الحلقة الماضية، نود إعلامكم أن هذا البرنامج يتناول قصص أشياء متعلقة بالطبخ، نأخذ الجانب المادي منها وكيف تحول إلى شيء يعطي حياة وبركة ورحمة. بقراءة لطيفة نذهب فيها في جولة مع مجموعة من خدام سيد الشهداء سلام الله عليه. فريق العمل بقيادة المخرج وثاب الصقر ينتقل من مكان إلى مكان من أجل أن يكون وإياكم في قصة كرامة لطيفة من هنا. أغلب العمل كان في بغداد، بغداد الإمامين الكاظمين الجوادين سلام الله عليهما. إذن فلنشرع وإياكم هذه الحلقة من قصة. كلنا يعلم أن هناك منظومة صوتية موجودة، وأغلب الناس طبعا منظومة صوتية موجودة في الحسينية، في المسجد، في كل مكان، حتى أماكن اللهو والعياذ بالله، في الملعب، في أي مكان. هذه المنظومة تتكون بالمجمل من ثلاثة أشياء: مايكروفون يلتقط الصوت، وجهاز ميكسر يدخل به الصوت الأولي ويمزج به مجموعة من الأصوات أو ينقى الصوت، ومكبرات الصوت التي تسمى سبيكرات. هذه المنظومة بشكل عام، هذه مكونات مادية تنتج في ألمانيا واليابان وإيران، مجموعة من البلدان تنتج هذه الأشياء. اليوم نريد وإياكم أن نعيش قصة جديدة، قصة مغايرة. هذه القصة ما هي فكرتها؟ فكرتها أن هذه مكبرات الصوت، لماذا يختلف أداؤها من ناحية روحية عقلية على الإنسان الواعي يسمع بنفس الجهاز، يسمع شيء لسيد الشهداء فتطمئن نفسه ويطمئن قلبه وتستحصل لديه كرامة أن يكون هذا إنسان في الطريق الصحيح مع الله تبارك وتعالى، والغير غير الذي يذهب إلى أماكن اللهو والفسق والفجور أجلكم الله يستمع بذات الشكليات المنظومة الصوتية، لكن لا يدخل في ذاته إلا الخوف والإشمئزاز واللهو للحظات من ثم يقع في هويتي هوية الذنوب والعياذ بالله. قصة لطيفة سنعيشها مع مجموعة من الخدام، كلهم شباب قلب بمختلف أعمارهم، والبداية ستكون من منطقة الباب الشرقي في بغداد. إلى ساحة الخلاني أخذتنا الخطوات ونحن نبحث عن بداية الحقيقة في قصة انتقال صوتيات، منظومة صوتية عامة، إلى يسمع منها شيء ويؤخذ الشفاء بإذن الله. الأخ وسام وأول اللقاءات. الحمد لله والشكر لرب العالمين، رزقنا بهذه الخدمة، خدمة الإمام الحسين عليه السلام، من أقدم الناس اللي هسه حاليا بالسوق. أنا أخذت هاي المصلحة من والدي الله يرحمه ويرحمه. هاي الخدمة بيها احنا العايشين، احنا وعوائلنا على سفرة الإمام الحسين عليه السلام. قلت لك بهاي المصلحة احنا قديمين. وأتذكر مثلا لحد هسه أتذكر من أصدقاء والدي عندنا بالمحافظات إنه بهاي المصلحة. الحمد لله والشكر عايشين بخير الحسين. أهلنا من علمونا والهاي. حب الحسين فوق كل شيء. كل سنة إنه نحسب حساب نجيب مثلا كل مودية الفد 100، إنه بالسنة الثانية نجيب 300-400، خير من الله. حتى المعامل عندنا بالدول المجاورة هي إيران، كل ما نطلب منهم أعداد يقولون السنة تجي إن شاء الله تطلبون أقل أو أكثر، نقول لهم لا نزيد بأكثر. ولي مثلا اليوم إنه استورد لي شغلة رضات رب العالمين قبل الإنسان، مثلا نشوف أشكال وألوان، وعدنا أشكال وألوان بالمعامل وبال
الدول يعني يطون البضاعة الأرخص إحنا ما نستقبلها البضاعة الأرخص. الحمد لله وش أكو يعني عالم ما تعرف المصلحة تجيب البضاعة الأرخص وتجيب. يعني قلت لك إحنا بعدنا حب الحسين فوقش. والقصة مستمرة مع هذا الإنسان الذي تعب على نفسه ولديه ما لديه من قصص من أجل خدمة الناس، خدمة المنتمين لمدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهناك لطائف في عمله وقصص يسردها لكم في الجزء القادم. سيده ومولاي موسى بن جعفر محمد الجواد عليه السلام خدمي يعني تقريبا بالألفين وستة سبعة ثمانية يعني خذت لي كم سنة أخدم بها. أنصب السيد جاسم طويرجا والله رحمة الله على روحه والباسم الكربلائي الله يحفظه، السيد هادي ابن سيد جاسم الطويرجاوي همين خدمت لهم نصبت الأجهزة قدمت اللي يرضى بي رب العالمين واللي يرضى بي الإمام عليه السلام وسيدنا جعفر رحمة الله. تأخذنا الخطوات نحو الحوراء، اسم لمؤسسة مهمة قدمت ما قدمت في عالم الخدمة الحسينية. اسم هذه المؤسسة كان معلما واضحا، لقاء آخر وخدمة مستمرة. والله بدينا هاي الخدمة تقريبا الوالد بدأ بما يقارب يعني سنة 95 تقريبا هاي المهنة، يعني خلينا نقول بدينا من صغار لحد ما صرنا بفضل الحسين وخيرات الحسين على هذا الشيء. احنا اهم شيء نوصل الفكرة للعالم، احنا هاي المصلحة مالتنا تجمع اكثر من مصالح. المصلحة مالتنا هم صوت للامام الحسين وهم استيعاب للعالم الاكثر بصوت عن خدمة واخلاص الامام الحسين. الكثير هسه من العالم يعني اهل المواكب اهل المجالس جاي ياخذون صوتيات، اكو جماعه مثل ما نقول جاي يبالغون بالصوت، واكو جماعه صوتهم كالاتي يعني خلينا نقول على الصوت مالهم المستجد المستحدث حسيني الحسين نفسي تبارك بيها. عندنا مثل هذا الجهاز هسه ليش بوقت محرم الاجهزه مالت الحسين يعني نادرا بسيط ما تشوف جهاز يقرا على الامام الحسين يصلح، نادرا ما تشوف اجهزه تعطل بالالات الموسيقيه. هسه تيجي هنا توقف تشوف 10 طابين 10 طالعين. جهاز الامام الحسين جهاز مبارك، لان قضيه الامام الحسين قضيه محسومه قضيه مباركه. انا هسه عن ذاتي يعني قبل مده اكثر من بشهر وسويت اكثر من اعلان يعني بعض العالم مثلا ابو الموكب عده 750 الف والمنظومه اللي يريدها مالته مليون دينار. زين في هيك الحاله شلون اعالج الموقف؟ اعالج الموقف بعده قضايا. اقول له اكراما للامام الحسين خصم وخصم الك، والخصم الثالث مخلينا بثواب الوالد. انا بالنسبه لي هسه من يجينا ابو الموكب يقول لي يابا انا عندي 750 وراي الجهاز اصلي، الجهاز الاصلي سعره مليون دينار، بهيك حاله شلون؟ لا اقدر اغش انطيك القيمه، لا اقول له سوي خصم للامام الحسين لان الخصم للامام الحسين ما ينسي، لان الامام الحسين هو اللي دزه لي. الامام الحسين خيرات؟ لا 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 انا الربع عندي اخر شيء، انا اهم شيء قضيتي حسينيه. مع الاسف يعني عندنا بعض العالم البعض يعني بالسوق التجار خذوا قضيه الحسين قضيه تجاريه. راح تقول لي شلون؟ مثلا خلينا نقول عندنا ماركه ايرانيه اليوم معروفه مزدهره بالسوق. ايكو غزل مايك جاسكو 2000 شركة ايكو تشنج، هاي ماركات معروفة ايرانية على مستوى. عندنا بعض التجار قلدوا هذا الشيء بالصين، وش دا يبيعونه؟ دا يبيعونه ايراني. ابو الموكب من يجي خطية دا يباوع علي ياخذ ايراني، بس هو بالاصل بالباطن شنو؟ بالباطن الصيني. هل انا من المعقول ابيع صيني؟ انا بالنسبة لي ما ابيع صيني اني ولا غيري، بس عندنا جماعه استغلوا هاي الفرصه قاموا شو يسوون؟ يبيعونه لكثره الارباح. بس بالاخير سووا خذوا قضيه الامام الحسين قضيه تجاريه. فكلمت لابو الموكب، عمي ابو الموكب من تريد تشتري اولا سمعه المحل
والشغلة الثانية لا تأخذ من أول محل أو ثاني محل. عندك عقل وعندك حاجة اليوم افتر، شوف الغراض، تجول، شوف أبو الحوراش عده، أبو فلان ايش عده، هذاك ايش عده، هذا بيمن نصحني، هذا شنطاني، مثل هذا الأخ نصحني بالكلام مالته وانطاني السعر حلو أروح له. بعض العالم احنا مثل ما نقول بالعامية يسمونهم هذول اللي يطيحون على وجوههم، طب يم أول محل شافه أخذ. وعندنا كم واحد بالسوق هم أحد الشخصيات، على سبيل المثال هذا المايك شنو قدامك؟ مايك إيراني، اتفقت على بيع المايك الإيراني، أطلع أجيبه من برا أبدل المايك الإيراني أطلع أخلي الصيني بنفس الكارتون. أريد خدام الحسين تلاحظ له على هاي الحاجة. مشاهدينا الكرام، من بعد هذه الجولة كنا فيها مع مجموعة من الإخوة الأفاضل خدام الإمام الحسين سلام الله عليه، العاملين في قضية الصوتيات، والذين يعني تشرفوا بأن يكونوا أصحاب الصوتيات الحسينية. فكثير من الإخوة يعني أبى على نفسه إلا أن يكون فقط يتعامل مع من يخدم الإمام الحسين سلام الله عليه، وبذلك وفق توفيقا كبيرا. من بعد هذا الجزء الذي هو جزء مادي بحت، جزء تجاري مع ما فيه من معنويات، ننتقل إلى النتاج، يعني هذه السبيكرات، هذه المايكروفونات، هذه المنظومات الصوتية من دخلت إلى العراق عن طريق الإخوة، شخص مستورد، شخص فقط يبيع. الآن وين نشوفها؟ خلينا نكون وياكم في قصة مكملة لما بدأ مع الأخ عصام مسؤول صوتيات واحدة من حسينيات بغداد المعروفة، من مساجد بغداد المعروفة. فنكون وإياكم والأخ عصام العبادي إلى مسجد أئمة البقيع في بغداد، إلى هذه المنطقة، منطقة جميلة، قادتنا الخطوات. أشهد أن وصلنا ودخلنا المسجد نبحث عن صاحب هذه الأنامل التي ترفع هذه الصوتيات بهذه الطريقة الحسينية الحرفية، وكان اللقاء مع الأخ عصام العبادي. بدأت قصتي من سنة 1994 وأستاذنا علي عبد الزهر أبو زينب، وأول مشروع بدينا به موكب الحوراء، وبدينا بعدين تدرج بعد سقوط النظام، وبدينا بالمجالس والهيئات والمواكب، والآخر شيء استقرينا، يعني أنا بالنسبة لي استقريت بالمسجد، فقمنا ندير المجالس الحسينية بالمسجد. دليني على بيتك وين مجلس من نصب، حسين دليني على بيتك أرض طهر قلب يمك بيدك الطهر القلب، أرض طهر قلب يمك بيدك الطهر القلب يا أبا عبد الله. شغل اليومي أجي مثلا المغرب أو صلاة الظهر، أشغل القرآن الأذان، تبدي صلاة الجماعة. أما مثلا الجمعة لا، مثلا أجي الصبح دعاء الندبة، قرآن، صلاة الجماعة والخطبة، هذا شغل اليوم بالمسجد. بالبداية إحنا من يصير المجلس نقرأ الفاتحة لأم البنين للتوفيقنا بالمجلس، وأنت من جاي؟ بالنسبة لي أنا من جاي؟ أنا جاي المجلس الحسين وأنا مسؤول، هدفي من بديت بالصوت أن أوصل الصوت إلى أبعد نقطة في مجلس سيد الشهداء، وأحافظ من خلال الصوت، من خلال شغل الصوت، حتى الإفكتات من أشتغل لا يصير إيكو عالي لا ناصي، ليش؟ أحرص على اللي قاعد بالمجلس يكون يفهم الكلام، يفهم المعلومة. أخاف باكر أقول أنا مثلا أطيف هاد إفكتات عالية وأقول هذا المتلقي ما راح يفهم الكلام ويكون بسببي، فأكون دائماً حذر في مجال السيد الشهداء. أبهى مكان نصبت فيه؟ اشتغلت بيه لو نصبت بيه؟ اشتغلت بيه أو نصبت بيه؟ العتبات،
العتبة العباسية اللي أنا ليها هسه موجود. السيدة زينب مسؤول الصوت أنا تقريبا في شهادة السيدة زينب لمدة 7 سنوات ومتتالية لحد هذه السنة. العتبة الحسينية اشتغلت ويا الأخوة مهندسين الصوت، هذا اللي هو أدي شرف. هذا المسجد يعني لي كل شيء، يعني يعني لي عملي، يعني لي مثلا اللي اليوم اللي ما أشوف مثلا بالمجلس حتى لو ما عندي شيء أجي أبقى هنا أنا قاعد مثلا أباوي عرتب أشغل أذان صلاة أنسح. ودائما أسأل الله سبحانه وتعالى، وقلت لك بي أستاذ علي من أشتغل مثلا بالمجلس أحرص من الإفكت من هذا أن كون أصغر أو أبعد واحد يستلم الصوت يفهم الكلام. فهذا أنا قلت لك بالبداية كلش حريص على هذا الموضوع. فأنا هذا من أوصل الصوت مثلا وأسأل بركة السيد الشهداء بيه الشفاء وبيها العافية وبيها هذا، فنسأل الله القبول. ما حال ذيك الشمايل يوم طب الكربلة طال عباس البطل مولاد أخو يستقبله، مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل هله، وصل مستبشر لابو سكنة وتناول رايته. اجا حبيب قعد يم الحسين لما اكتمل المجلس، وقف علي الأكبر على رأس أبي قال لأبويا تسمح لي أسر عمي حبيب سرا، قال لك ذلك أقبل علي الأكبر انحنى على رأس حبيب. كيف أنت سيد مرفستك مولاي انحنى عليه قال لعمي حبيب تسلم عليك عمتنا زينب. طبعا الأخ عصام كان لطيفا في لقائه وأفرد ما أفرد من لطائف سيد الشهداء عليه، لكن هناك جزء مكمل وددنا أن نكون وإياكم فيه من هذه المجموعة الخير. سيد علي لديه كلام مع خدمة الحسين، خدمة الأنوار الخمسة سلام الله عليهم. شغلة الصوت أو الحسينيات، يعني بدأ أنا خريج هندسة 1992 قسم إلكترونيك، فشغلة الصيانة والبورد والكذا والصوتيات شغلة مطابقة للشيء اللي أنا درسته يعني. وقبل لا أكون بالصوتيات أنا كنت بخدمة الحسين رادود من الطراز الكرباء القديم يعني، فمن أكثر الرواديد اللي أشتغل لهم يعني ببركة أهل البيت، يعني يعرف أنه أنا رادود فيرتاح وياي لأن أعرف شنو اللي يريده، لأن أكون مصطلح يعني نغمي أنه أذنك تكون موسيقية حتى تعرف الصوت يعني بأدق التفاصيل، وتعرف الرادود كل من وشنو اللي يريده، يعني منتغير مثلا بالمتغيرات حسب صوته مثلا يعني المؤثرات، فيكون الصوت مرتبط بالإذن. فأغلب الرواديد يعني الكبار ما شاء الله واللي معروفين والموجودين على الساحة أكثرهم يرتاحون بالصوت لأن يعرفك أنه أنت رادود قديم فيكون مرتاح من عندك. بال89 كنا احنا يعني بغرف، وكان الموجود يعني سماعة شحن قبل لا يجينا حتى المونتور والإيطالي اللي هسه اللي كان أبو الجنطة يعني المعروف، فكنا نشتغل به باتريا الشحن، وبالإضافة لهذا نخلي جماعة بالباب ونخلي جماعة براس الطرف حتى خاف صوت يطلع، لأن كان بوقتها ماكو شيء مسموح. فهاي كانت أول مجلس بالشعب بغداد بالشعب. يعني اجت فترة أنا يعني طلعت اشتغلت الصوتيات بمطلق الحرية بسوريا أيام يعني أيام النظام البائد، فكان العمل هناك على يعني أريحية وبراحتك تشتغل، وكانت الحسينيات مفتوحة وما بيها يعني فد رادع انه يردعك فتاخذ راحتك هناك، بس كانت حسب الاجهزه اللي موجوده ذاك الوقت يعني.
الآن تطور الوقت وتطور صار الانفتاح بعد السقوط، ومو بعد السقوط مباشرة يعني، يعني بحيث انفتحت الساحة العراقية وانفتحت الحسينيات وكثرة الحسينيات وانفتح المجال للشباب وللشيبة بمجال المجالس الحسينية، وتوفرت بركة الإمام الحسين على يعني أوسع أبوابها، ورجعوا الرواديد اللي كان مثلا ملا جليل، باسم، السيد حسن، يعني اللي كانوا مثلا بالخارج، فصار انفتاح وأريحية بالمجالس. شو تواكبت وياها؟ قام أبو الصوت يريد ينطي المجلس بأبهى صورة حسب إذنه، لأن أبو الصوت اختصاص الصوت، أبو الكاميرا اختصاص الكاميرا، هم يجيب الأحدث، بقينا نجيب الأجهزة اللي بذاك الوقت معروفة. إلى أن بركة الحسين هسه تطورت، صارت الأجهزة يعني من المونتور والجنطة إلى مثلا الإيكوتشينج 90-90 إلى الداينوكورد إلى المايداس إلى الياماها، صارت أريحية بالمجلس، وصار المجلس على مستوى كأنما أنت جاي تشتغل باستوديو، بحيث المجلس المستمع يرتاح لأن جاي تعطي صوت صحيح، والرادود بنفس الوقت يرتاح. يا بويانا وين وين اللي يجي وياي شد شاي شد شاي، وين سيدتي كل احنا نجي وياك وين تروحين، وين اللي يجي وياي شد شاي، انا ردعتني المطروح على الماي، اقول لك يا اخويا ونور عيناي ابو فاضل خويا ونور عيناي، عقبك صفيت بولية عداي، تقل لي يرحان يرحان، انا عيوني من البكا ظنيت، انا عيوني من البكا ظنيت، يرحان يرحان عليك وصار بوسط القلب جرحين جرحين، عليك وصار بوسط القلب يرحان يرحان، عباس خواتك عقب عينك وين، عباس خواتك عقب عينك وين، يرحان يرحان، والله ضايع هالبقن بالغاضرية، يا أي والله ضايع هالبقن بالغاية. يعني أولا مجلس الإمام الحسين يعقد على شرف السيدة الزهرة، يختلف عن بقية الأمور اللي تستخدم بها السماعة، المشكلة مو بالقلاص، احنا نضرب الأمثال تضرب ولا تقاس، المشكلة بالمستخدم مال القلاص، هو القلاص نفسه، السماعة نفسها، الطبخ نفسه، بس من يتعنون باسم الحسين سلام الله عليه وأهل البيت، يعني حضور الزهراء حتما موجود في مجلس الإمام الحسين. أي سلعة أو أي جهاز أو أي شيء مرتبط بالقضية الحسينية يعتبر وقف من الناحية الشرعية، سواء أنت أبو الأجهزة أو أنت المؤتمن على الأجهزة، لأن من تعنونت باسم الحسين ومجلس الحسين صارت وقف، والوقفية شرعا إلها يعني أبعاد، إلها أصول ما تقدر تصرف بها غير تصرف، يعني الـ يعني استخدامك للجهاز من خلال المجلس الحسيني راح يزيدك وقار يعني عند الله سبحانه وتعالى وأهل البيت، فيكون استخدامك للجهاز أو يعني من أبسط ما احنا نسميها السيستم الكامل اللي هو يبدي من المايك اللي ياخذ يلتقط صوت الرادود أو المحاضر إلى المكسر إلى السبيكرات، هذني كلهم راح تنطرح بهن بركة الإمام الحسين، لازم أنت تكون متيقن أنه أكو بركة الإمام الحسين بالقضية، فإحنا قدر الإمكان نريد رضا الله سبحانه وتعالى بالدرجة الأساس، يعني أسب المجلس من تطلع كل أهل الصوت وأنا أصغرهم، ما ترضي نفسك ولا ترضي أبو المجلس، ترضي صاحب العزاء بالدرجة الأساس، وترضي نفسك لأن أنت مقتنع، يلا ترضي أبو المجلس لأن تقدم صاحب الزمان والسيدة الزهراء، لأن أساس المجلس هو إلهم، ونسأل الله القبول. مشاهدينا الكرام، عشنا وإياكم لحظات لطيفة في هذه الحلقة، عشنا قصة الصوتيات كمنظومة مادية
كيف تصل إلى العراق وكيف يعتنى بها عندما تفرز لسيد الشهداء سلام الله عليه وتخصص لخدمة قضيته الخالدة. وعشنا مع مجموعة من الذين يعني آثروا على أنفسهم أن يكونوا مع لطائف خدمة سيد الشهداء في دقائق العمل ولطائفه لو صح التعبير، وحصلنا على ما حصلنا عليه من نتائج من أن النية صادقة والقصد لوجه الله تبارك وتعالى، وتواتر العمل بقلوب نقية ووضوء الأرواح بالنية السليمة لأجل خدمة قضية سيد الشهداء سلام الله عليه. ها نحن نصل وياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قصة كرامة، على أمل لقياكم في حلقات قادمة. نستودعكم في حفظ الله وأمنه ورعايته.